السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اتمنى تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. فكرتنا النهارده وهي ابسط توكه ممكن تعمليها وكمان اسرع توكه ممكن تعمليها لبنوتك في عيد الفطر المبارك. كل سنه وانتم طيبين، اعاده الله علينا وعليكم بكل الخير. في البدايه يا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو بتشوفوا قناتي الاول مره، بقدم عليها مجموعه متنوعه من الوصفات والحلويات الى جانب اهم الاخبار المتداوله على السوشيال ميديا. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف التوكه البسيطه بتاعتنا عملناها ازاي. زي ما بقول لكم، دي اسرع توكه واسهل توكه ممكن تعمليها لبنوتك في عيد الفطر المبارك. عملنا مع بعض قبل كده مجموعه متنوعه من التوك، هسيبها لكم باذن الله في اخر الفيديو. ولو محتاجين الطريقه هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف توكتنا عملناها ازاي. في البدايه انا هنا هحتاج دبابيس، وهحتاج كمان نظام التوك ديت ما بتتباع هنا جاهزه. التوكه بتاعتنا كمان هنتعرف على تكلفتها. الدبوس من ده، الدبوس الواحد عامل نص جنيه، ولكن لو انت جايباهم جمله هيديكي الدبوسين بنص جنيه. كمان هنا التوكه بتاعتنا زي ما احنا شايفين، هنا التوكه تكلفتها جنيه ونص. ادي هنا زي ما احنا شايفين بطريقتها سهله جدا، جبت هنا الدبوس ولزقته في التوكه. ممكن طبعا تستبدلي هنا الدبوس بتاعك بالاستيك زي ما عملنا في التوك اللي قبل كده بتاعت الاطفال الصغيرين. ممكن نستبدل الدبوس بتوكه اللي هي استيك الشعر، ممكن نستبدله فيها ونلزقه بمسدس الشمع. ادي هنا حطيت لزقت هنا الدبوس في التوكه بنفس الطريقه كده، وزي ما بقول لكم دي ابسط واسهل توكه. ممكن طبعا تجيبي مجموعه من التوك اللي احنا شايفينها بالشكل ده وتعمليها طبعا مجموعه مختلفه على حسب الوان الفساتين بتوع بنوتك، وتعملي اشكال مختلفه من التوك بابسط طريقه بالشكل ده. وادي هنا التوكه بتاعتنا خلصناها وشكلها جميل جدا. طبعا هنا ممكن تعملي كل اتنين شبه بعض، طبعا هنا على حسب اللي انت حباه، وطبعا ممكن تغيري في الالوان. هسيبكم دلوقتي مع مجموعه التوك، مجموعه من التوك احنا منزلينها على القناه، واللي محتاج اي طريقه منها هيلاقيها باذن الله في اول تعليق يا في صندوق الوصف باذن الله تعالى. ويا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، واستنونا باذن الله فيديوهات جميله في شهر رمضان المبارك. وكل سنه وانتم طيبين.